قولي لو انت بتحلم تعمل شخصية من شخصيات احد الفنانين، سيرة ذاتية ليه، تحب تعمل شخصية مين؟ دايما لما بفكر في الحاجات دي بفكر في عمر الشريف على طول، بحكم ان اول ما نزل بركان الغضب الناس ابتدت تشبهني بعمر الشريف. الصوت، انت صوتك قريب من عمر الشريف. ساعات النبره ممكن اجيبها يعني، وساعات في اول تمثيلي برضو كنت ببقى قلقان قدام الكاميرا، فالصوت كان بيرفع سنه فبيبقى زي عمر بالظبط. وبعد كده انا في حياتي بعديها اتعرفت على عمر وبقى برضو صديق، وكنت اخرج معاه، كان عندنا اصدقاء ان كومن يعني، كانوا بيجمعونا، كنا بنقعد في سهرات، ويسرى كانت بتبقى معانا، وبقى قاعد على الارض وهو قاعد بيحكي لي عن مغامرات حياته، حاجات شخصيه جدا، وبيكلمني. واللحظه دي انا فاكر كانت ميرال ويسرى وناس كتيرة كانوا قاعدين، وانا قاعد على الارض وهو قاعد كده، هو حاطط رجل على رجل بيكلمني، بيقول لي يا تامر انت عارف انا ما حبيتش غير كذا، ومش عارف كنت بعمل كذا وبروح كذا. لا يعني قعدت افكر، يا نهار ابيض، هو جه اليوم انا قاعد مع عمر الشريف وقاعد بيكلمني كصديق، حاجة جميلة جدا وشخصية جميلة ومميزة جدا، ورفع راسنا فعلا في السينما العالمية بجد. لا يعني فعلا انا شخصيا مقتنع ان لو اتعمل فيلم او مسلسل عن عمر الشريف انت اكتر واحد ممكن تعمله. يا رب يا رب. التشابه يعني يعني على الاقل صوتي، وبعدين تأثرت بيه كتير في لقاءاتك مع واضح كمان. ده صحيح. صحيح تأثرت بيه جدا. لا بحبه الله يرحمه. خلافك ايه مع محمد رمضان بعد فيلم الديزل، ايه اللي حصل؟ خلافي مع رمضان، ما عنديش خلاف مع رمضان. بالعكس انا بحب رمضان جدا، ورمضان طلب مني ان اعمل فيلم الديزل، وعايز اقولك ان انا عملته يعني جدعانة لي ولكريم السبكي، عشان انا بحب كريم جدا، والحاج احمد، لان بحب شغلهم وبحس ان هم هيعملوا حاجة كويسة. عايز اقول لك ان انا ما كنتش مقتنع بالفيلم از هول ككل كده، ولكن الترندنج اللي حصل للمشهد ما بيني انا ومحمد رمضان، اللي هو انزل على ركبك يالا دي، بلاقي فانس كتير قوي بتبعت لي المشهد هم بيمثلوه، حد بيمثل رمضان، حد بيمثلني انا، ويقول المشهد، فلقيت ان الموضوع عمل بصمة وبوزيتيف جدا ليا.